مساء الخير واهلا بيكم في يوم جديد من لايف في الجول. انا معاكم رامي جمال ومعاكم محمد مصطفى. هنتكلم النهارده عن اللي حصل في ماتش الاهلي وبني سويف في الدور 32 من كاس مصر، ونتكلم كمان عن قرار الزمالك باقاله ميتشو وتعيين كارتيرون. الاول خلينا نرحب بزميلي محمد وبعدين ناخد ارائكم كلها في الكومنتات وهنقراها ونرد عليكم. ازيك يا محمد؟ ازيك يا رامي؟ كله تمام. خلينا نبدا انا وانت على طول كده. شفت ماتش الاهلي وبني سويف ازاي؟ تبديلات كتير من فايلر، موجود اسيين، وجود ناس ما بتشتركش بالها فتره زي احمد الشيخ، زي جيرالدو، زي علي ديانج. الاهلي استفاد من ايه النهارده؟ بص انا هرجع بس لحاجه قبل الماتش. النهارده الاول مره بنشوف ماتش على استاد القاهره من 18 مارس 2018 للانديه. للانديه الملعب كان مفتوح، بيتلعب عليه البطوله الافريقيه للكبار والصغيرين، 23 سنه، وقبليها امم افريقيا للكبار. ففكره ان الاهلي والزمالك بيرجعوا يلعبوا على استاد القاهره، لسه الزمالك بكره هيلعب الشرقيه على نفس الملعب، فدي كانت حاجه كويسه. الحاجه اللي مش كويسه ان برده لسه ما فيش جمهور في مباريات الانديه، المباريات المحليه في افريقيا موجوده بس لسه ما فيش جمهور، مش جمهور بالعدد كامل. تاني حاجه بقى وهي راجعه، احنا في اول الماتش النهارده كان في ماتشين شغالين في نفس الوقت، ماتش مصر ومدي مصر والجونه، وماتش الاهلي وبني سويف. فانا برده مش فاهم ليه لجنه او المسؤول عن تحديد ميعاد الماتش ليه ما خلاش مثلا ماتش الاهلي الساعه 8 او 8:30؟ ما اكيد يعني اللعيبه اكيد مش هتنام بدري مثلا، يعني او النص ساعه دي مش هتفرق في كان قصدك ان ممكن ماتش الاهلي يتاخر نص ساعه مثلا، بحيث انه يبقى في فرق عشان ننام حساب ان لو في اكسترا تايم. كان في اكسترا تايم وكان في ضربات جزاء وطولت، فطولت، فبقينا قاعدين بنتفرج على ماتشين. فدي نقطه تنظيميه مش احسن حاجه، خصوصا ان احنا بنقول ان في عهد جديد، وفي المفروض ان في حاجات كانت بتحصل سلبيات قبل كده في الاتحاد السابق، المفروض ان هي ما تتكررش، او المفروض ان هي لضمان يعني جوده المسابقه يعني، بس مش اكتر. طيب خلينا نخش بقى تاني على الاهلي. الاهلي استفاد بايه النهارده؟ النهارده الاهلي استفاد باكتر من حاجه. انا بشوف ان اليو ديانج كان كويس جدا، وانا بشوف ان اليو ديانج لازم ياخد ماتشات اكتر من كده مع الاهلي، او يظهر بشكل اساسي في التشكيل الاساسي مع وجود رمضان صبحي، مع وجود جنبه عمرو السوليه. يعني انا النهارده حسيت ان فايلر بيعتمد على اليو ديانج كبديل لعمرو السوليه، مش الاثنين المفروض يلعبوا جنب بعض. كان في اكتر من وقت كان اليو ديانج بيعمل الدور اللي بيعمله عمرو السوليه بالظبط، ان هو يباصي وبيروح لقدام، كنا بنشوف منطقة الجزاء كتير. ده نفس اللي بيعمله عمرو السوليه. هو يعني هو مش شايف ان هو بديل لحمدي فتحي، على قد ما هو لاعب ممكن يبقى بديل لعمرو السوليه، بس انا بشوف ان الاثنين يقدروا يلعبوا جنب بعض. يقدر يعني السوليه وديانج يلعبوا جنب بعض بالظبط. مفيش اي مشكله، وخصوصا ان في ماتشات هتبقى صعبه على الاهلي ان هو يلعب بديفندر واحد، زي ما حصل في ماتش النجم الاهلي بيلعب بتفندر واحد، وكان السوليه وكان قدامه محمد افشل شويه، قدامه محمد مجدي افشل. انت في النهايه محتاج ان انت زي ما قلنا في اللايف اللي فات بعد ماتش النجم، انت محتاج تبقى سيطر وتخلق كثافه عدديه في وسط الملعب، وعندك لاعب قوي بدنيا. النقطه السلبيه بس في اليو ديانج ان اليو ديانج تدخلاته قويه جدا، يعني هي متحور شويه. بالظبط، يعني هو محتاج يظبط الحته دي. هو في النهايه لاعب اصلا لاعب صغير في السن، 21 او 22 سنه، كان المفروض يلعب في البطوله هنا. كان بيلعب في البطوله مع منتخب مالي. هو لاعب صغير محتاج اكتر، ان هو محتاج دي شغل ده شغل مدرب، محتاج ان هو يشتغل على الحته دي اكتر. هو في النهايه انا بشوف ان اليو ديانج طريقه تسليمه الكوره ما شفتهاش في لاعب موجود في مصر من فتره، او لاعب بيلعب في الحته دي من فتره طويله جدا. يعني انا مش عايز برضه يبقى في مقارنات، بس مثلا الباص بتاع محمد شوقي او بتاع حسني عبد ربه كان دايما ميزتهم ان الباص بيروح قوي، فدايما كان بيروح للاعب في رجله دايما على طول، بيقدر يعمل الكره الطويله. فهو لاعب الاهلي المفروض ان هو يقدر يستفاد بيه الفتره الجايه، او اقرب ماتش اللي هو ماتش الهلال السوداني يوم الجمعه. اعتقد وجود اليو ديانج هيبقى منطقي جدا جنب عمرو السوليه. لسه هنشوف فايلر هيبقى التشكيله هيبقى عامل ازاي. طب خلينا ناخد معاك كومنتات وارجع اسالك كمان على رايك في جيرالدو وازارو ولا اجاي. خليك معاك فكره ما تنساش. اول حاجه نتكلم، عبد الرحمن محمد بيقول حرام بني سويف ليه ضربتين جزاء،
عبد العزيز حامد بيقول ماتش ضعيف، بيبو بيقول ايمن اشرف مستواه سيء جدا. طيب يعني هسالك برضو محمد على ايمن اشرف، تمام ايمن كان بادئ مع كويس مع كابتن حسام بدري، بدا مستواه يتراجع، فايه السبب؟ احمد جمال كان بيقول ايه رايك في اليو ديانجو، اعتقد جاوبنا عليك. مؤمن معروف بيقول بني سويف كان فريق محترم عاش. احمد عاصم بيقول مين في الاهلي احتياطي ويستحق يبقى اساسي. في تاني في ادم احمد الاهلاوي بيقول انا اهلاوي، ضربتين جزاء صحيحه 100%. محمد نجيب بيقول هل فايلر يقصد حرق بعض اللعيبه ولا غرضه التجربه؟ اعتقد مفيش يا محمد ان في مدرب بيحب يحرق لعيبه يعني، بس ده ماتش يعتبر مع احترامي لفريق بني سويف طبعا ماتش بالنسبه للاهلي في المتناول، فهو كان محتاج يجرب بعض اللعيبه بشكل اكبر، مش هيجرب في ماتشات تانية يعني، في ماتش زي ماتشات افريقيا مثلا او ماتش الدوري اللي هو لسه بينافس فيه بقوه. طبعا الاهلي متصدر وبيبتعد بمسافه في النقط، لكن صعب انه يجرب في الدوري. عمر المنصور بيقول لابس احمر، ايوه اهلاوي بقى. لا والله ما لهاش علاقه خالص، انا جيت النهارده بالصدفه بس انا بحب التيشيرت ده، في لايف من يومين كنت طالع فيه بتيشيرت ابيض، فعادي يعني ما لهاش علاقه تماما. مروان محمد بيقول بني سويف كان حلو جدا بس في الشوط الثاني كان عايز يوصل ففتح مساحات للاهلي. واخيرا كل الناس بتسال عن رايك في عمار، ايه رايك في عمار حمدي النهارده اول مشاركه لي مع فايلر؟ انا استغربت في بدايه الشوط مع تغيير عمار كان هو تقريبا الشوط الاول الاهلي كان مستوى يعني مش عايزين نقول سيء بس المستوى ما كانش كويس خالص. حصل تغييرات في بدايه الشوط الثاني بنزول احمد فتحي وجيرالدو غيرت شكل الملعب، بس انا كنت شايف ان عمار من احسن الناس اللي كانت موجوده في الشوط الاول. طب انت شايف ان هو احسن له اعاره ولا يكمل مع الاهلي؟ عمار لعب في امم افريقيا، انا دايما بحب اللعب جوكر، اللاعب اللي هو تقدر تلعب. النهارده عمار لعب بكرايت مع المنتخب، كان بيلعب فوستر اكرم توفيق بالظبط، وهو في الاصل بيلعب جناح يمين وبيلعب جناح شمال، واعتقد ان هو يقدر يلعب كمان لعب في النص بديل لقفشه او صالح جمعه صانع العاب قصدك بالظبط. بس المشكله الوحيده ان في لعيبه كتير في مكان عمار محتاج ان هو بلغه الكوره كده ان هو يعني يطلع اعراق كتير ينشف، يعني ان هو لعب في الاتحاد السيزون اللي فات طلع اعاره 6 شهور بعد كده رجع الاهلي. عمار كان كويس جدا، كان من احسن لعيبه الاتحاد في الدور الثاني، عمل مستوى كويس جدا. انا بشوف ان عمار الافضل لي والافضل لمنتخب مصر كمان عشان طوكيو 2020 ان عمار يطلع اعاره 6 شهور. واعتقد ان كان في كلام من الاتحاد كانوا بيقولوا ان احنا كنا اتكلمنا مع الاهلي واتكلمنا مع كابتن محمود الخطيب ان احنا ناخد عمار اعاره في الدور الثاني لو ما لعبش. فانا بشوف ان عمار الافضل ليه ان هو يطلع، لكن هو كواليتي لعيب كويس جدا ما ظهرتش في مصر. يعني انت مثلا اقعد تفكر كده اللاعب اللي يقدر يلعب في اكتر من مكان في الوقت الحالي من الجيل اللي طالع هتلاقيهم قليلين جدا. فكره ان انت عندك لاعب يقدر يلعب باك رايت ويقدر يلعب في نص الملعب ويقدر يلعب قدام في الخط الهجومي، فدي حاجه كويسه جدا. زي ما قلت عمار محتاج يطلع اعاره، وتغييره في الشوط الاول ما كانش احسن حاجه من فايلر. اي نعم في النهايه انا كنت بشوف ان ممكن ان عمار يلعب ناحيه اليمين قدام وكان يطلع احمد الشيخ واحمد فتحي يلعب باك رايت، بس فايلر قرر ان هو يكمل باحمد الشيخ. احمد الشيخ جاب جون في الاخر بس ضيع فرص كتير، هو ضيع كتير، هو جاب جون وضيع فرص كتير، بس انا كنت بشوف ان انت كان ممكن تدي عمار فرصة. هي الحاجة اللي ممكن فايلر كان بيعتمد عليها ان احمد الشيخ موجود في القائمة الافريقية، فهو هيبقى فيه فرصة لوجوده في القائمة بتاعت ماتش الهلال هتبقى اكبر من فرصة وجود عمار، لان عمار في النهاية مش متأيد افريقية. خلينا بقى نخش بعد كده على ايمن اشرف وسريعا بقى عشان بعد كده خلاص ماتش ايمن نخش انا وانت على كاركيرون. ايمن اشرف ليه فجأة بعد ما كان جيم مع كابتن حسام بدري والناس كلها بتشيد ما بيلعبش في مركزه واساسي وبينقذ الاهلي كتير فجأة بيتراجع يتراجع يتراجع، ايه اللي حصل؟ من يعني مش من ماتش النجم بس عشان الناس تقول ماتش النجم، بس الموضوع من قبل كده كمان ليه؟ ايمن اشرف يعني بعد ماتش النجم كنا اتكلمنا على فكرة ان انا مش مقتنع بان تجيب باك مسات؟ لا مش كده، ان يبقى عندك مدافع قصير دايما مع الاطوال مع التدخلات القوية، وده اللي انا كنت بتكلم فيه. هدف الاهلي الاول السنة دي هو دوري ابطال افريقيا، انت في النهايه ما بتلعب قدام فرق من تونس من المغرب كلهم بيبقوا اطوال وكلهم اجسام بدنيه قويه جدا،
بعيد عن ده ايمن كان في الدوري السنه اللي فاتت كان كويس، بس في النهايه الدوري بسبب ضعف مستوى الدوري ما بقاش مقياس ان انت تقدر تحكم بيه على لاعب وتقول عليه ان هو ده كواليتي لاعب تقدر تبقى معاك مثلا لمده 5-6 سنين او معاك في المركز ده فتره طويله. الدوري ما بقاش مقياس لده. انا بشوف ان الاهلي محتاج مدافع في يناير. الاهلي عنده مكانين في الاستبداد، ما هو عنده محمود متولي وعنده ياسر ابراهيم وسعد سمير ورامي ربيعه، هل لسه محتاج تاني؟ رامي ربيعه هو يعتبر المدافع الاساسي. فايلر انا مش عارف هو مش مقتنع بياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم شفناه السنه دي في حوالي ماتشين بس، ماتش اسوان وماتش الديربي اللي هو متولي لسه مصاب، ومحمود متولي لسه لحد دلوقتي في اصابه في العضله الخلفيه طولت وخدت وقت كبير جدا. انا مش عارف هيرجع امتى، بس زي ما قلت وجود ايمن اشرف كمدافع تقدر تعتمد عليه. او في النهايه انت دلوقتي عندك كام مدافع؟ عندك سعد سمير، سعد ورامي ربيعه محمود متولي ياسر ابراهيم، في كم واحد متاحين يلعبوا دلوقتي؟ هتلاقيهم ان هم ثلاثه. ففي النهايه انت محتاج مدافع كمان. يعني في كلام او الكواليتي الكويسه في الدوري السنه دي او عموما مع منتخب مصر اسامه جلال كان في كلام كتير جدا ان كان عليه كلام اصلا من الصيف ان هو يجي الاهلي. انا بشوف ان هو كحل متاح، وخصوصا ان الاهلي عنده زي ما قلنا مكانين الاستبدال. اعتقد ان هو هيجيب مهاجم، واعتقد كمان ان هو محتاج لمدافع كاسم متاح اسامه جلال في الوقت الحالي. خلينا بقى اخر حاجه عن ماتش الاهلي، عوده ازارو للتسجيل بعد ماتش اطلع بره وجيرالدو، انت شايف ان ازاي ده افاد الاهلي؟ رايك الاول في جيرالدو، بعد كده رايك في عوده ازارو سريعا. جيرالدو انا شفت ان هو ما قدمش اي حاجه في الشوط الثاني. اي نعم الاهلي في الشوط الثاني طبعا كان مختلف تماما عن الشوط الاول، ما كانش فيه فرص في الشوط الاول مؤكده على 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 مرمى بني سويف. وقبل اي حاجه احنا بس بنحب نقول للناس ان بني سويف بيلعب في مجموعه الصعيد، هو المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر البنك الاهلي على ما اعتقد. بني سويف لو كسب ماتش هيبقى متصدر الدوري، فهو هيبقى متصدر مجموعته. فبني سويف فريق كويس، اللعيبه اللي معاه كانوا النهارده شو حتى الجون الثاني بيثبت يعني ان اللاعب حطها بالشكل ده، ففريق بيقول ان هو فريق كويس. النهارده برضو الاهلي اعتقد ان هو كانت بروفا كويسه لماتش الهلال. لو رجعنا بقى للكلام عن ازارو وجيرالدو، انا زي ما قلت لك انا ما شفتش جيرالدو قدم حاجه تبان في الشوط الثاني. هو الاهلي كان بيضغط والاهلي كان بيروح على الجول، بس جيرالدو كان بيلعب كمان. احنا متعودين دايما ان جيرالدو بيلعب ناحيه اليمين، بيلعب وينج يمين، النهارده كان بيلعب ناحيه الشمال. ما شفتش ان هو قدم خطوره كبيره جدا على مرمى بني سويف. هو زي ما قلنا كان في بعض الحركه في الشوط الثاني، او اللعب كله كان رايح ناحيه مرمى بني سويف في الشوط الثاني. جيرالدو انا بشوف ان هو يعني لو الاهلي في يناير قرر ان هو يجيب مهاجم زي ما بنسمع، اعتقد ان جيرالدو اكتر لاعب هيمشي مرشح هيخرج اعتقد على سبيل الاعاره او ممكن البيع النهائي او بيع نهائي. لكن في النهايه وليد ازارو انا شايف النهارده من لو جيت تقول مثلا النهارده في كم مكسب من الماتش، هو رقم واحد وليد ازارو النهارده بيجيب جونين لاول مره من ماتش يطلع بره من 3-4 شهور تقريبا بالظبط. ففتره صيام تهديف كبيره جدا. وليد ازور كان في انتقادات كبيره الفتره اللي فاتت، وكان في كلام بيتقال ان هو هيمشي، لكن هو دلوقتي متاح وموجود في القائمه الافريقيه، فاعتقد ان هو مكمل لحد نهايه الموسم. فهو اوبشن لان الاهلي ما اعتقدش عنده حد في الهجوم غير هو مروان يعني مروان وصلاح محسن مش اعتمد عليه بشكل كبير بالظبط. اجاي بيلعب فيرويد اجاي وهو في الاصل بيلعب جناح. فاعتقد ان وجود ازور واستعادته الثقه، واعتقد ده يعني استعادت ازارو للثقه وقت مهم جدا في وقت مهم، ودور مدرب، لان انت في النهايه دي اللعيبه اللي انت تعتمد عليها بالظبط. انت معاك الموسم طويل، والاهلي داخل على شهر 12 في كميه ماتشات كبيره جدا. الاهلي عنده ماتشين على ملعبه مع الهلال الاول، وبعد كده مع بلاتينيوم في بطوله افريقيا، فعنده 6 نقط المفروض ما فيش فيهم اي كلام. فاعتقد ان انت معاك ورقه رابحه على الدكه لو ازارو مش هيلعب وهو بدا يستعيد الثقه، هتبقى حاجه مفيده جدا للاهلي الفتره الجايه. تمام، نرجع بقى نقرا نشوف الكومنتات. في عمرو مناف بيقول امتى اللعيبه تفهم ان اي لاعب بيلعب الاهلي والزمالك مش انه مش احتياطي ومش موظف، المفروض يبقى زيه زي الاساسي.
ابراهيم علي بيقول ما عملتوش فيديو ليه وقلتوا على اللي فاز بالبلاي ستيشن في التوقع الماتشات. لا عملنا واعلنا اسم الفائز من كام يوم، انت اللي ما تابعتش غالبا يعني. ف وكمان ان شاء الله هننزل فيديو الفائز وهو بيستلم جائزه البلاي ستيشن. محمد عطا بيقول ما ينفعش يلعب في الاهلي غير لعيبه كلاس ايه يا كابتن. محمد نجيب كان بيسال عن جيرالدو، اعتقد جاوبنا عليك. بص برضو في برضو ناس تقول جيرالدو كان كويسه في الشوط الثاني عادي، اراء. هو شايف ان محمد شايف ان جيرالدو مش مقدم حاجه، انا شايف انه مقدم حاجه. هنشوف يعني، لسه الماتشات كتير في بقيه الموسم ولسه حتى انتقالات يناير. نخش بقى على الزمالك وتعيين كارتيرون اللي جه مفاجاه. الزمالك لاول مره بعد ما بيعلن اقاله مدرب او رحيل مدربه، ما بنستناش فتره كبيره واسماء كتير، هو اعلن الاقاله تقريبا امبارح الساعه 10 11 بالليل، او الرحيل الساعه 12 او 1 بالليل، بعدها بساعتين كان تعيين كارتيرون رسميا. والنهارده المدرب جه مصر والمفروض انه هيبدا يستلم شغله قريب، بس لسه ما فيش بشكل كبير، مش هيبقى هو المدرب اللي بيقود ماتش بكره قدام الشرقيه. قول لي بقى ايه رايك في تعيين كارتيرون؟ دي التجربه الثالثه ليه في مصر بعد وادي دجله اللي الكل كان بيشيد بيها. جه الاهلي الناس اشارت بيه في الاول لما خد المهمه الاهلي وهو عنده نقطه واحده في دور مجموعات بعد ماتشين، خد 12 نقطه ووصل النهائي بسكواد الناس كلها كانت معترفه ان سكواد ضعيف جدا، ما كانش فيه دعم كبير ليه من الاداره في الصفقات. وبعدين مشي راح الرجاء وجي دلوقتي على مصر للتجربه الثالثه مع الزمالك. كارتيرون طريقته اللي شفتها مع الاهلي مع وادي دجله تنفع سكواد الزمالك حاليا؟ هو يعني طريقه تعيين كارتيرون، هو الزمالك عنده وقت ضيق جدا، اعتقد ان هو مفيش وقت اصلا، عنده ماتش بكره هيقوده تقريبا حد من الجهاز، كابتن سامي الشاشيني غالبا والجهاز الفني بالظبط، وعنده ماتش يوم السبت في دوري ابطال افريقيا اول اغسطس بالظبط. فهو ما عندوش رفاهيه الاختيار ان هو يقعد بقى ينقي سيفيهات ويشوف مين المدرب الافضل او طريقه لعبه تناسب القائمه الحاليه في الزمالك. كارتيرون مدرب درب في افريقيا، واخد دوري ابطال افريقيا مع مازيمبي، واخد سوبر مع الرجاء، فهو مدرب انت من الاخر اتجهت عارف القاره وعارف الدوري المصري كويس جدا بالظبط، ما خطرتش. وكان قبل غير ان هو درب الاهلي ودرب ودلوقتي بيدرب الزمالك، وقبل كده درب دجله او درب النصر السعودي. فهو مدرب معروف في المنطقه العربيه، وطبعا قاريا كان لسه ماسك الرجاء وخد معاهم السوبر الافريقي. بالنسبه لكارتيرون، كان في الاهلي بيلعب في الاهلي كان دايما اعتماده على الكره الطويله، ما كناش بنشوف لعب على الارض كتير، ما كناش بنشوف مثلا جمل تكتيكيه، فكان دايما اعتماد كارتيرون مع الاهلي على حاجتين، كور طويله اللي كان بيعملها سليف كلوبالي، وكان الاعتماد برده الثاني على وليد ازارو، سرعه وليد ازارو وفي بعض الاوقات انطلاقات وليد سليمان. فاعتقد ان في لعيبه هتبقى هي محور خطه كارتيرون مع الزمالك زي محمود علاء، كور طويله، هو اعتقد ان مصطفى محمد كفيرود قوي، واعتقد ان هو عنده سرعه كويسه تقدر ان هو تخليه يروح لما الكره الطويله تتعمل. لاعب كمان فرجاني ساسي من احسن اللعيبه اللي موجوده في افريقيا، بتقدر تعمل كور بينيه او كور طويله تضرب الدفاعات. فاعتقد ان دول هيكونوا محور الخطه بتاعه كارتيرون. زي ما قلنا هو اعتماده كان او اللي احنا شفناه وقت ما كان مع الاهلي كان على كرة طويلة. طيب هل مع الاهلي يعني مع دجله كان بيلعب كره هجوميه؟ لا، حتى كريم نيدفيد نفسه لما كان في دجله ساعتها معار من الاهلي كان بيقول ان كارتيرون بيلعب كره هجوميه بيطلب من لعب على الارض. هل كرته الطويله او اسلوب اللعب على الكره الطويله مع الاهلي كان عشان السكواد ضعيف وهو شايف انه ما يقدرش يمتلك كره على الارض، ولا هو ده اسلوبه اصلا؟ ظروف وجود كارتيرون مع دجله تختلف تماما مع الاهلي. كارتيرون كان موجود مع دجله اعتقد ان هو كان من بدايه الموسم، فانت فكره ان انت عندك القدره ان انت تحضر بشكل كويس وتختار صفقاتك. كارتيرون جه في وقت الاهلي ما جابش فيه اي صفقات خالص، الاهلي في السيزون ده جاب سليف كلوبالي بطلب منه، ما اعتقدش ان الاهلي، مش فاكر تقريبا الاهلي عمل اي صفقات في الموسم ده. فهو في الوقت ده
مع دجله كان الموضوع مختلف. وغير كده انت في النهايه مع كامل احترامي لفريق دجله وفي النهايه فريق مش جماهيري، اما هتقدر مش نفس الضغوط بالظبط، هتقدر تجرب عندك عناصر من فريق الشباب هتضمهم، فكانت الضغوط قليله مع الاهلي. يعني انا بشوف ان ده كان من يعني كانت من اضعف القوائم اللي جت في اخر 10 سنين بالنسبه للاهلي. كان الاهلي بيلعب فاينل افريقيا مع كامل احترامي يعني كل اللعيبه اللي كانت موجوده ساعتها بميدو جابر واحمد حمودي، ويعني ما كانش في دكه اصلا، الاهلي كان بيلعب بحوالي غياب اظهره في اليوم ده اثر كتير على بالظبط. فالسكواد اللي معايا حاليا في الزمالك كويس جدا، بس هي المشكله الوحيده ضغط الماتشات، هل هو هيقدر يعدي الفتره الصعبه دي بالظبط؟ الزمالك دخل على فتره ماتشات كتير جدا في شهر 12 وكلها ماتشات صعبه، فانت ما عندكش وقت. كارترون انا اقدر احكم على تجربته او الناس كلها تقدر تحكم على تجربته زي ما قلنا بتعديته للشهر ده، بس برضو هبقى شايف ان هو نوع من الظلم ليه ان انت تقول اذا كان هو نجح او ما نجحش بناء على الشهر ده، لان هو في النهايه جاي يعني مش هقول لك حتى في نص الموسم مش سكواد اختاره بالزبط. نص الموسم وجاي بعدين 3 4 ايام ماتش في ماتشين يعني بالظبط. وغير كده هو كمان زي ما قلنا هو معايا قائمه كويسه جدا، بس انت في النهايه عشان تقدر، وبرده انا بشفق على لعيبه الزمالك، انت في النهايه كنت بتتدرب في الصيف او السنه اللي فاتت كان معاك كريستيان جروس، وبعد كده يعني معظم القائمه دي، وبعد كده جالهم خالد جلال، بعد ما مشي خالد جلال بقى في ميتشو مشي بقى في كارترون، فانت فكره ان انت تقعد تعود اللعيبه على 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 طريقتك وكل مدرب كل شهرين ثلاثه على الطريقه دي صعبه جدا، دي بتبقى مشكله. المشكله رقم 2 لعيبه الزمالك كان عندها مشكله في المستحقات، وكان دي نقطه سببت في النهايه ان حمدي النجاز بيعلن فسخ العقد. فاعتقد ان لعيب الكوره مهم جدا ليه ان هو يبقى مركز جوه الملعب بس 90 دقيقه. انت في النهايه كجمهور الناس بتطلب دايما ان اللاعب بيبقى مركز وتمام، في النهايه الكوره مش 90 دقيقه بس، في حاجات بره الملعب زي ما قلنا، هو في النهايه لعيب الكوره مصدر رزقه الوحيد الكوره بالظبط. فهو اللاعب لازم يعني لازم اداره الزمالك، واعتقد امبارح ان كان في اجتماع مع الاداره واتكلموا على النقطه دي ان المستحقات هتحل المشكله خلال ايام خلال ايام. فاعتقد ان دي زي ما قلنا في جزء جوه الملعب وفي جزء بره الملعب، ده على الاداره، واعتقد ان هم بيحاولوا بالظبط. خلينا بقى اخد اخر مره الكومنتات. طارق كبو بيقول امتى الفار هيدخل الدوري المصري؟ هم اعلنوا انه بدايه من الدور الثاني، فدينا مستنيين مع بعض. لسه في تاني، في طارق برضو بيقول كارتيرون مش هينفع مع الكره المصريه، الزمالك عايز مدير فني هجومي اكتر. حسين الامير بيقول كارتيرون مدرب كويس جدا، ما تحكموش على تجربته مع الاهلي عشان اللي حصله كان نص الفريق مصاب، فعلا حظه كان وحش جدا مع الاهلي. اخر سؤال بقى عشان في ناس بتسالك كده، مهاب نبيل بيقول سؤالي للكابتن محمد مصطفى، تفتكر مين اللعيب اللي هيتالق مع كارتيرون من الزمالك؟ زي ما قلت ان في ثلاثة هيبقى هما محور الاداء مع كارتيرون، محمود علاء، فرجاني ساسي، مصطفى محمد. يعني مين اكتر واحد فيهم؟ طيب عشان مهاب برضو بيسال. هو كان اعتماده الكلي على 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 ساليف كلوبالي لما كان يبقى محمود علاء. يعني محمود علاء اعتقد ان هو ممكن يبقى ليه دور كبير، خصوصا ان هو بيعتمد دايما زي ما قلنا على كور عرضيه، فممكن يبقى فيه شغل في الكرات الثابته. زي ما قلنا برضو فرجاني، اتوقع ان هو يبقى فرجاني كده اختار واحد. ده لا اختار واحد، محمود علاء، عشان هنرجع بعد شهر واسالك تاني. محمود علاء. تمام، شكرا ليك يا محمد، وشكرا ليكم على متابعتكم معانا. ان شاء الله استنونا بكره في لايف جديد بعد ماتش الزمالك، نتكلم عن ماتش الزمالك بكره. شكرا.